ولنقاش الملف السوري والاستنفار الأمني الذي تعيشه الميليشيات الإيرانية في سوريا، ينضم إلينا عبر سكايب من مدينة إسطنبول التركية المتخصص في الشأن السوري ياسر النجار. أهلا بكم سيدي. مساء الخير، أهلا بكم. تشهد المناطق التي تقع تحت سيطرة الميليشيات الإيرانية في سوريا حالة استنفار أمني، ما أسباب هذا الاستنفار؟ كان أنا بتصوري هي رسالة تحاول أن توجهها إيران على أنها تستعد لما يعرف بردة الفعل من خلال مقتل العالم النووي فخري. أنا بتصوري يعني إيران توصل رسائل أنها تريد أن تضرب، وبتصوري من يريد أن يضرب ولا يعطي التمهيدات تلك. لذلك أنا بتصوري هي عمليا امتصاص فقط للشارع الإيراني، امتصاص لعناصر الميليشيات الحرس الثوري من أجل أن تقول عن أنها على استعداد. ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد شيء في الأفق يوضح أن هناك رد إيراني مقبل سواء في الأراضي السورية أو حتى في أراضي لبنان. في ظل تضاعف الغارات الصهيونية في الأسابيع الماضية على الميليشيات الإيرانية والموالية لها دون أي رد منها، إلى أي مدى تظن أن الاحتلال يكثف الهجمات على الميليشيات الإيرانية قبيل تسليم إدارة ترامب للسلطة؟ صحيح، هذا هو الطرح الأنسب. نستطيع أن نقول أن ترامب في السابق ما قبل الانتخابات ليس كترامب بعد خسارته في الانتخابات. ترامب سابقا كان يحاول أن يحد من الضربات العسكرية الإسرائيلية خشية أن يكون هناك تأثيرا على مسار الانتخابات. الآن ليس لترامب أي خسارات، ترامب يوجه رسائل واضحة على أنه سيكون رده قاسيا، وهو يريد أن يستبق بأن يضع أو يخلق توترا ما بين إيران وما بين الإدارة الأمريكية القادمة. إيران تخشى من ذلك، إذن المعادلة قلبت. في السابق كانت إيران تريد أن تجر الولايات المتحدة الأمريكية إلى معارك، الآن نرى أن أمريكا توصل رسائل إلى إيران على أنها تستطيع أن تضرب بأي لحظة، وإيران تخشى من أي زيادة في التوتر. إذا في النهاية أمريكا تستغل حاجة إيران لعمليا لامتصاص أي يعني ردود أو عمليات عسكرية متبادلة ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. كما ذكرت هي تخشى أن يكون هناك خلق للتوتر استباق للإدارة الأمريكية القادمة. إلى أي مدى يمكن القول أن الكيان الصهيوني ومن ورائه واشنطن اختاروا الزمان والمكان لتوجيه ضربة لإيران ووقع الاختيار على سوريا؟ يعني طبعا إسرائيل هي منذ القديم هي تحاول أن تحد من نفوذ إيران، وخصوصا على الشريط الحدودي ما بين فلسطين المحتلة وما بين سوريا. ولكن كما ذكرت كانت الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تقلل من هذه الضربات ومنعت أن يكون هناك ضربات خارج سوريا. الآن بتصوري إسرائيل تريد أن تقول أنها تستطيع في ظل الفترة الانتقالية للإدارتين الأمريكيتين السابقة والقادمة تستطيع أن توجه ضربات فاعلة أكثر، وخصوصا أن ما يقلقها هو في الفترة خلال الشهر الماضي كان هناك حراك من الميليشيات الإيرانية على شريط الحدودي في مناطق الجولان على وجه التحديد وزرع لبعض الألغام. بتصوري إسرائيل تريد أن تكون لديها أهداف أمنية تستطيع أن تضرب هذه الأهداف وتحقق إنجاز يعني على مستوى تخلخل الميليشيات. إيران غير مهتمة فعلا حقيقة في النتائج على أن مثل هذه الضربات قد تؤدي بحياة عناصر الميليشيات، آخر همها هو هذه العناصر. في النتيجة هذه الضربات لم تلزم إيران أن تغادر سوريا. هل يمكن أن نتوقع ضربة توجه لإيران قبيل رحيل ترامب، خاصة بتوجه القطاعات بحرية أمريكية إلى منطقة الخليج العربي؟ يعني بتصوري كما أن إيران تحاول أن توصل رسائل إعلامية مفادها أن تستعد لي عمليا يعني للانتقام، الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تصدر رسائل على أنها جاهزة أو تحضر لعملية عسكرية. آخر هذا الأمر يعني ما يسرب على أن هناك تخفيض في عدد الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق ذاتها. بتصوري استهداف أيضا المعابر الحدودية ما بين سوريا والعراق من قبل قوات يعني حرس الفيلق القدس من خلال الطائرات المسيرة، كل هذا الأمر يحيلي على أن في الأفق شيئا ما. ترامب عودنا أن يكون قراراته قرارات متسارعة، وعبر تويتر يمكن أن
مفاجئنا بقرارات. الآن أتصور إيران تخشى كل ذلك، ويمكن أن يكون فعلا ضربة في الأفق، ولكن هل هي ضربة مفتوحة؟ أشك في ذلك. بعد استهداف العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة، كيف يمكن قراءة هذه العملية وانعكاساتها على الدور الإيراني في المنطقة؟ يعني بتصور الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل صدرتا يعني رسائل مفادها على أن إيران عاجزة حتى في العمق الإيراني، وأنهم عندما لا يوجهون كانوا في السابق ضربات في داخل إيران ليس لإمكانيات إيران الأمنية أو يعني ضمانات إيران الأمنية، وإنما لعدم إرادة النظام الإدارة الأمريكية وإسرائيل في الضرب في الداخل. بتصوري اغتيال الخبير النووي أوصلت رسالة، هي عملية تراكمية لعدة اغتيالات، بتصوري توصل رسالة على أن النظام الأمني في إيران مخترق بشكل كامل، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع في أي لحظة أن تخلق شرخ في الداخل الإيراني. لذلك إيران كما ذكرت يعني تعد الساعات من أجل رحيل ترامب من الإدارة الأمريكية الحالية. شكرا جزيلا لكم المتخصص في الشأن السوري ياسر النجار، كنت معنا عبر سكايب من مدينة إسطنبول التركية.